ويواجه النصر والاتحاد منافسة قوية مع روما، وما قولي بالتعاون مع الجبهة إلى أن الصحفي ماتي أفاد عبد الكريم شخص على منتصف الكهف أن الدعاء أولويته الحاجة نظر إلى العروض الخارجية أو دولارات. ومع انسحاب نادي بايرن ميونخ الالماني من سباق التعاقد مع فيديكو بعد مساواه الباهي في يونيو 2024 يبقى الصادق مفتوح امام انديه الدور الثاني السعودي للحفاظ على السلطه واستغلال رغبه اللاعب في الخروج من ايطاليا. ولم يستطع اللاعب في تعاقد المنتخب الايطالي على مر قدم في البطوله الامم اوروبا المقامه حاليا في المانيا وخروج يعني إيطاليا قبل أيام بالدور 16 بعد الخسارة من إنجلترا بهدفين رهيبين. يعني مشاهدة المسيرة ويبلغ يعني يبلغ في جيل من العمر 26 عام فقط ويمتد عقليا مع تسليماتين حتى 30 جوان 2025 من المنصب وتقدر قيمته السوقية ب 35 مليون يورو إلى بيانات موقع ترانسفير ماركت العالمي. وخلال مسيرته في رفقة جيباتين تحصل اللاعب على البطولة كأس إيطاليا مرتين وكأس سوبر الإيطالي مرة واحدة، كما توج بلقب اليورو 2020 في رفقة إيطاليا، وعلما أن لديه 48 مباراة دولية أحرز خلالها 48 مباراة دولية وأحرز خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة. ويزيد بيكو اللعب في أكثر من مركز في خط الأمامي والإحصائيات في 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 38 مباراة على كل المسابقات خلال موسم 2023-2024 وقد يزيد يعني ويذكر أن البطولة الدولية للسعود شهدت صعود مرفوض في الفترة الماضية بعد والتصدق الاستثمار السعودي على الأندية في بلاد ومصر والاتحاد الأهلي، وهو ما أسفر عن التعاقد مع النجوم العالميين بداية من كريستيانو والذي انتقل إلى الأهلي إلى صفوف مصنع العام الماضي 2023. وهو نصر كريستيانو بنزيما مارني هوز بالبايرن ميونخ كوليبالي كم لعبة بولو محرز مانشستر سيتي كم لعبة كم لعبة اليوم على كلمة المنزلة وانتشف الرياضي عبد العزيز عن أن الجد الفرنسي كريم بنزيما مرتب اتحاد سيريز للاختلافات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية في شأن أزمة نادي الاتحاد، ولكن مناسب كتب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها مسؤول الاتحاد قبل أسبوعين. الوزارة المتعاونة برنامج استقطاب متواصل مع يوميا والجميع متجاوز. وأضاف لكن ما حصل حسب المصادر أن المسؤولين اتحاد ملتح بواقية سياسي أجل ويثق فيه كونه ساهم في صفقات في القطاع
عبد الله الشام كومون كيرو فقط من هذه الفيديو سوى ان شاء الله دائما معكم في الفيديو ابوني معنا.